لم تمض ساعة على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تضامنه مع المسلمين وإدانته أعمال العنف والتعصب وكراهية الإسلام، حتى التحقت الدنمارك بركب السويد عبر سماحها للمتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن بذريعة التضامن مع ستوكهولم التي أحرق أتباع التيار الصدري سفارتها في بغداد. استفزاز اليمين المتطرف في أوروبا يقابله تخبط لدى حكومة السودان يعكس حقيقة هشاشة نظام سياسي يفتقر لأدوات ضغط تضمن عدم حدوث ارتدادات قد تهدد العراق بعزة ستفاقم من أزمته الغارق فيها أساساً. ولأن الأمر يتعلق بالدين والعقيدة، فإن الأطراف المتنازعة على السلطة والمغانم في العراق وجدت ضالتها عبر تحشيد الأنصار ضمن مواجهات أقل ما يقال عنها أنها استعراض للقوة. فالتيار الصدري الذي تورطت ميليشياته في حرق واغتصاب عشرات المساجد وجه قادته وعبر خطابات عاطفية أتباعه ليتسيدوا المشهد في رسالة لخصومه من قوى الإطار التنسيقي بأننا هنا ولا يمكن عزلنا، ولعل ما هتف به أتباع الصدر أمام المنطقة الخضراء خير دليل. زعيم ميليشيا كتائب الإمام علي شبل الزيدي التي كان سلوان موميكا أحد عناصرها اتهم الصدر بمحاولة استغلال أزمة حرق نسخ من المصحف الشريف لتحطيم ما سماها هيبة الدولة. أما حكومة السودان فقد باتت تتوجس من مخاطر الهجمات على البعثات الدبلوماسية، وهو ما اتضح عبر بيان وزارة الخارجية الذي تعهد بتوفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في العراق وعدم السماح بتكرار ما تعرضت له سفارة السويد رغم حرجها بسبب انتماء موميكا إلى ميليشيا الحشد، والذي اعتبر مراقبون سلوكه المسيء للإسلام ثقافة استلهمها من أفكار ومنهجية ميليشيات متخم سجلها بالانتهاكات.